الأخبار الرئيسية من قناة الاقتصادية الأولى ونستهلها بأبرز العناوين. الجزائر تستعد لتوقيع عقود بين مجمعي صنع الغاز وصنع تراك ومتعاملين دوليين لإنجاز كابل بحري لتصدير الكهرباء نحو أوروبا. الحوثيون في اليمن يردون على عدوان الكيان الصهيوني برشقات صاروخية أصابت أهدافا حيوية في مدينة إيلات على البحر الأحمر. أهلا بكم. بداية، أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن تحضير صنع الغاز بالشراكة مع صنع تراك لتوقيع اتفاقية إنجاز خط بحري جديد لتصدير الكهرباء نحو أوروبا. وأكد عرقاب الذي وصف المشروع بأنه إنجاز تاريخي، الجزائر تستعد لتزويد أوروبا بالكهرباء عن طريق هذا الكابل، مشيرا إلى قرب توقيع العقود مع شركاء دوليين. لنتابع. مع صنع تراك بالشراكه مع صنع تراك، صنع الغاز يتحضر بالشراكه مع صنع تراك عقود لانجاز كذلك ربط بالشبكه الكهربائيه عبر البحر الابيض المتوسط بكابل ليربط الجزائر باوروبا. راح ان شاء الله تشوفوها في الايام القادمه ان شاء الله، رانا نحضروا فيها باش نمضيوا على الاتفاقيه ونمضيوا في الانجاز هذا الكابل اللي هو راح يكون تاريخي بالنسبه للجزائر. راح نمد هذا الكابل الى اوروبا لكذلك تزويد اوروبا بالكهرباء الكهرباء عبر الانتاج عبر الغاز، وكذلك الكهرباء المنتجه عبر الطاقات البديله الشمسيه والاخرى ان شاء الله. هذا واشاد وزير الطاقه والمناجم محمد عرقاب خلال زياره عمل وتفقد الى المركز الوطني لتسيير المنظومات الكهربائيه لمجمع صنع الغاز بالتحكم الحسن لمهندسي الشركه في توزيع الكهرباء بالرغم من ارتفاع ذروه الطلب. عبد الرزاق ديني والتفاصيل. اثنى وزير الطاقه والمناجم محمد عرقاب على التوزيع الحسن للكهرباء من طرف مهندسي صنع الغاز وسط توقعات بتسجيل ذروة طلب للكهرباء تصل إلى 20,000 ميجاوات، وذلك خلال زيارة قام بها للمركز الوطني لتسيير المنظومة الكهربائية التابع لصنع الغاز بالعاصمة، حيث عاين الوزير سيرورة العمل في المركز تزامنا مع ارتفاع الطلب على الكهرباء. المنظومة الكهربائية مسيرة من طرف جزائريين مؤهلين ذات خبرة عالية يتحكموا في الكهرباء وفي توزيع الكهرباء عبر التراب الوطني اللي تعطينا تغطية رائعة وممتازة وبنجاعة في كل التراب الوطني. طلب على الكهرباء راكم شفتوه في تزايد، ممكن هذه السنة ممكن جدا نوصلوا 20,000 ميجاوات كطلب كذروة طلب على الكهرباء. وأكد الوزير محمد عرقاب على ضرورة توزيع العادل للكهرباء في كل الولايات لا سيما المناطق الجنوبية من أجل ضمان عدم انقطاع الكهرباء. هذه الشبكة تعطينا يعني توزيع رائع وجيد ومنظم وكما نقولوا إيكيليبري يعني عادل لكل الولايات والمناطق في بلادنا والحمد لله، وكذلك شبكة جنوبنا الكبير التي تغطى بمحطات محلية وشبكات محلية. وعاين الوزير غرفة التحكم لدى المركز حيث وقف على الإمكانية المتوفرة لدى المركز بغية الحفاظ على الاستقرار الذي تشهده الجزائر في مجال الكهرباء. وفي ذات السياق دعا وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب المواطنين للاستغلال العقلاني للكهرباء. قولوا أننا كلنا معنيين، كلنا وأنا واحد منكم معنيين باستهلاك العقلاني للكهرباء. لازم نستهلك الكهرباء تاعنا للفايدة تاعنا، نستهلك الكهرباء بصفة عقلانية وبصفة منتظمة وبصفة تعطينا هذه الأريحية وتخلي الاستمرارية في الكهرباء. توفير الطاقة الكهربائية أمر وفرت له الدولة كل الإمكانيات عن طريق الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز صنع الغاز من أجل ضمان استفادة المواطنين في كل الولايات من هذا المصدر الطاقوي الحيوي دون انقطاع.
تمكنت الجزائر خلال النصف الأول من العام الجاري من احتلال المركز الثالث خلف الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في تصدير الغاز المسال وفق آخر تقرير لمجلة الطاقة العالمية. أكثر تفاصيل في التقرير التالي لخالدة تفليس. احتلال الجزائر المرتبة الثالثة في قائمة مصدري الغاز المسال عالمياً خلال السداسي الأول من العام الجاري راجع إلى الموثوقية الكبيرة التي تتمتع بها سوناطراك من قبل زبائنها عبر مختلف بلدان العالم، حيث تمكن المجمع من رفع صادراته من الغاز المسال إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط بنسبة 8.4% إلى 6.08 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 5.57 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2023، ما يعني أن أوروبا استحوذت على أكثر من 95% من شحنات الغاز المسال الجزائري إلى الخارج والبالغة 6.25 مليون طن، حيث كانت تركيا وفرنسا في مقدمة الدول المستوردة ب 2.17 مليون طن و 1.56 مليون طن على التوالي. واستطاعت الجزائر أن تتجاوز دولة قطر التي تعد من بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، حيث بلغت حصة الدوحة في السوق الأوروبي مستوى 5.58 مليون طن، محتلة بذلك المركز الرابع عالميا وبفارق 0.5 مليون طن وفق تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024 الصادرة عن وحدة أبحاث طاقة بواشنطن. أصدرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الدليل العلمي للمستثمر في الجزائر، والذي يتضمن كل المعلومات حول حقوق وواجبات المستثمر، حيث تم تصميمه لإعلام رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار سواء المتعاملين الوطنيين أو الأجانب. تقرير عبد الرزاق ديني والقراءة لنسيمة مولا. توضيحا لشروط الاستثمار في الجزائر، أصدرت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار الدليل العملي للاستثمار الذي يتضمن حقوق وواجبات المستثمر، بدءا بمرحلة تسجيل مشروع الاستثمار عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر أو بالتوجه إلى الشباك الوحيد المختص إقليميا إلى غاية مرحلة الدخول الفعلي للاستغلال. واعتمد هذا الدليل على أسلوب يوضح المميزات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتي تسمح للمستثمر من ضبط عملية الاستثمار وتجنب النزاعات قدر الإمكان، مما يجعل المستثمر على دراية بحقوقه وواجباته. وأكدت الوكالة من خلال الدليل أن كل شخص وطني أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم، يحق له الاستثمار، كما يمتلك هذا الأخير في حال التضرر حق إيداع طعن لدى اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، والتي تم إنشاؤها على مستوى رئاسة الجمهورية، لا سيما في حالة سحب أو رفض منح امتيازات أو رفض تحرير قرارات أو وثائق أو تراخيص من طرف الإدارات أو الهيئات المعنية. وأوضح الدليل أنه بعد قيام المستثمر بتسجيل مشروعه على مستوى الشباك، يقوم بإيداع طلب تعديل قرار منح الامتيازات أو قائمة الممتلكات والخدمات، كما يتضمن الدليل المرجعية المعمول بها متمثلة في المرسوم التنفيذي رقم 22299 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، يحدد كيفية تسجيل الاستثمارات والتنازل عنها أو تحويلها، وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار. الدليل العملي للاستثمار في الجزائر استراتيجية بادرت بها السلطات العمومية لدعم وتحفيز الاستثمار، وكذا منح تفاصيل أكبر للذين لم يستوعبوا قانون الاستثمار الصادر قبل عامين. حقق السوق الوطني للتأمينات رقم أعمال بقيمة مالية قدرت ب 48.4 مليار دينار خلال الثلاث الأول من سنة 2024 بمعدل نمو بلغ 4% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما هيمنت المؤسسات العمومية على 75% من سوق التأمينات بنسبة قدرت ب 75% من إجمالي الإيرادات حسب آخر مذكرة للمجلس الوطني للتأمينات. هاجر حاشي.
ارتفاع في معدل نمو السوق الوطني للتأمينات إلى 4% خلال الثلث الأول من السنة الجارية بقيمة مالية قدرت ب 48.4 مليار دينار بحسب مذكرة أصدرها المجلس الوطني للتأمينات. أشارت إلى هيمنة المؤسسات العمومية على سوق التأمين على الأضرار بنسبة قدرت ب 75% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 29.9 مليار دينار مقابل 23.4% للشركات الخاصة التي بلغ رقم أعمالها 9.3 مليار دينار. إذن عودة إلى النمو في سوق التأمينات، سوق خدمات بامتياز بعد مرحلة صعبة حقيقة، مرحلة الكوفيد وما تلاها من تبعات على تقلص حجم الخدمات في هذا المجال، والخدمات أيضا المرتبطة بهذا المجال خاصة في مجال سواء المشاريع الكبرى كالبناء والهياكل الكبرى وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي هي مرتبطة بطريقة مباشرة بسوق التأمينات إضافة إلى السوق التقليدي اللي هو سوق السيارة. وحقق فرع التأمين على الأضرار رقم أعمال بلغ 39.6 مليار دينار نهاية مارس 2024 بزيادة قدرت ب 0.7% على أساس سنوي في وقت سجل فيه التأمين على الأشخاص رقم أعمال قارب 5.2 مليار دينار. في المقابل أظهرت الحصيلة أن شعبة التأمين على السيارات التي تمثل 54% من إجمالي إنتاج التأمين على الأضرار. 4% تعتبر نسبة لا بأس بها، نسبة محترمة، وهي مؤشر يبين على عودة نسق النمو للاقتصاد الوطني الذي يعتبر عامل مهم ومؤثر مباشرة على نمو سوق الخدمات في مجال التأمينات. بلغ رقم أعمالها 21.4 مليار دينار بزيادة قدرت ب 8.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وأحرزت شعبة التأمينات الفلاحية أرباحا قدرت ب 97.8 مليون دينار، أي نسبة نمو تناهز 21.5%، ليرتفع رقم أعمالها إلى ما يقارب 553.5 مليون دينار. وأرجع المجلس ارتفاع هذا النمو بشكل رئيسي إلى التأمين على إنتاج المحاصيل الذي ارتفع بنسبة 126%، وهو يمثل 27.7% من المبيعات. في المقابل حقق التأمين التكافلي نموا ثلاثي الأرقام بنسبة قدرت ب 265%، وبرقم أعمال بلغ 104.3 مليون دينار. أعلن المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري بورقلة حصاد حسان أن تدشين وكالة جديدة في ولاية إنقزام لتعزيز التواجد المحلي وتوسيع شبكة هياكل البنك الوطني عبر مختلف ولايات الوطن. كما أشار والي ولاية إنقزام فيصل عمروش أن فتح هذه الوكالة سيساهم في ترقية فرص الاستثمار بالمنطقة إلى جانب الاستثمار الفلاحي. تم استكمال الترتيبات التنظيمية والتقنية في المؤسسات الجامعية لاستقبال وتسجيل الطلبة الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا، حيث ستنطلق مرحلة التسجيلات الأولية بداية من هذا الثلاثاء بزيادة تفوق أقول 8% مقارنة بالعام الفارط حسب النتائج المسجلة في شهادة البكالوريا. تقرير أمير مكيش. 115 مؤسسة جامعية جزائرية ستستقبل هذه السنة أكبر عدد من الطلبة منذ الاستقلال بزيادة تقدر بأكثر من 8.23% مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال الترتيبات التنظيمية والتقنية الخاصة باستقبال وتسجيل الطلبة الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا. وجديد هذه السنة الشهادة المزدوجة، فبشهادة بكالوريا واحدة يمكن للطالب أن يتابع الدراسة في تخصصين مختلفين ويتحصل خلال 3 أو 5 سنوات من عمر التكوين على شهادتين في تخصصين مختلفين.
وستكون التسجيلات رقمية محضة في كل المراحل، حيث تنطلق المرحلة الأولية للتسجيل بداية من هذا الثلاثاء لتستمر إلى غاية السبت المقبل عن طريق التسجيل عن بعد. كما تم طرح بوابة إلكترونية تتضمن ثلاث منصات، ويجرى تفعيل منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهذا التطبيق موجه لمحاكاة ومساعدة الطالب لاختيار أفضل وأحسن التخصصات، ولها القدرة على معالجة أكثر من 10 ملايين نقطة تخص السنوات الخمس الأخيرة. كما يمكن هذا الإجراء من إجراء مقارنة تخص نسب النجاح في كل تخصص. تعد عملية صيانة إطار عجلات السيارات خطوة أساسية قبل أي عملية تنقل، إذ من شأنها الحفاظ على سلامتنا والتقليل من احتمالية وقوع حوادث مرور، ومنه التقليص من الخسائر الناجمة عن تلك الحوادث للأفراد ولشركات التأمين وللمجتمع بصورة عامة. نور إسلام قليل والتفاصيل. عندما نستعمل سياراتنا للتنقل فإننا بحاجة إلى صيانة دورية لكافة أجزاء السيارة بين فترة وأخرى لنضمن سلامة رحلاتنا وراحتنا أثناءها. إطارات عجلات السيارات تعد عنصرا هاما للغاية وجزءا محوريا من الأجزاء المكونة لوسيلة النقل، حيث أن إهمال العناية بها وعدم صيانتها يؤدي إلى أضرار فادحة على مستوى طرقاتنا ويسبب حوادث مرور خطيرة قد تصل نتائجها حتى إلى حصد الأرواح. نعم، لاحظنا في كثير من التهاون متعلق بتغيير العجلات، يعني لاحظنا وجود كثير من العجلات الملساء خاصة بالنسبة للمركبات الخاصة بنقل المسافرين ونقل البضائع، يعني في حالة سيئة جدا. كذلك وجود عجلات في مركبة واحدة من أنواع مختلفة، هذا كذلك يضر. ولاحظنا كذلك عدم وجود ضغط متوازن في العجلات، يعني وهذا أمر خطير جدا. إطارات عجلات السيارة يمتلك عمرا افتراضيا يقصر تدريجيا بمرور الوقت، كما أن الظروف البيئية والتضاريس والصدمات تعتبر عوامل مؤثرة للغاية في صحة الإطار وأدائه، إذ من شأن هذا أن يدق جرس إنذار على شكل علامات قد تظهر على هذا الجزء من السيارة، ولهذا ينبغي على صاحبها أن يكون فاطنا لها. يعد التهاون والتسويف في عملية تغيير الإطار سببا رئيسيا في وقوع مثل هذه الحوادث، فضلا عن بعض الأخطاء في التعامل مع الإطارات بسبب غياب المعرفة الكافية بها. ومن العوامل التي تضر بالإطارات وتنقص من عمرها ومن فعاليتها هي السرعة الكبيرة جدا أو السرعة الجنونية، المناورات الخطيرة، الكبح المفاجئ، التوقف المفاجئ، السير في الطرق السيئة، وعدم أكيد أن عدم ضبط توازن العجلة، يعني حتى العجلات الغير مضغوطة بشكل متوازن تؤثر في عمرها يؤدي إلى تلف إطار العجلة بشكل كبير جدا. تبقى المراقبة المستمرة والصيانة الدورية لإطار العجلات وسائر الأجزاء المكونة للسيارة هي الحل الأمثل والأنجع لضمان سلامتنا أثناء التنقل عبر المركبة وتفادي أي احتمالات لوقوع حوادث مرور تكون تكلفتها باهظة. أعلن العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأحد عن استهداف أهداف حيوية في منطقة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوب فلسطين المحتلة بعدة صواريخ باليستية. المزيد مع أمينة كوبي. تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة لم تعد تقف فقط عند الحدود الفلسطينية، إنما بدأت رقعتها تتسع في الشرق الأوسط وسط تصعيد دولي مستمر. ففي وقت سابق اليوم أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني عن اعتراض صاروخ سطح سطح استهدف أهدافا حيوية في منطقة أيلات المطلة على البحر الأحمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أطلق من اليمن ردا على الغارات التي شنها الاحتلال أمس السبت على محطة الكهرباء والميناء وخزانات الوقود بمحافظة الحديدة غرب اليمن، خلفت على إثرها قتلى وجرحى يمنيين.
جماعة الحوثي اليمنية توعدت الكيان الصهيوني بالرد واستهداف أهداف حيوية لها ما لم توقف العدوان الهمجي على قطاع غزة، وأضافت أنها لن تتوقف عن عملياتها المساندة لإخوانها في غزة مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج. وتذكيرا، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات كل سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها التي تقطع طريق البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهادي. يأتي ذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة جماعية ومحاولة لطمس الهوية الفلسطينية لنحو 10 أشهر. كشفت مصادر عالمية أن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في عدة دول وجدت صعوبة في إنهاء المعاملات. المزيد في تقرير كريم مولود. العطل التقني الذي أصاب شركة مايكروسوفت للبرمجيات أدى إلى صعوبة في إنهاء معاملات تداولات النفط والغاز في عدة دول، كما شل أهم القطاعات الحيوية في العالم، مؤثرا بذلك على عالم المال والأعمال ومتسببا في ضرر اقتصادي كبير أثر على مؤشرات البورصات والأسهم العالمية. Une panne informatique XXL a entraîné une paralysie colossale dans le monde entier. Selon les experts, c'est du jamais vu. L'ensemble de l'écosystème est touché en si peu de temps. Des paralysies sont enregistrées dans les aéroports, les hôpitaux, les parcs d'attractions, les banques, les secteurs financiers. Et le même écran bleu, le même message d'erreur de Microsoft est affiché. La panne touche particulièrement le secteur aérien à Amsterdam, à Zurich, à Madrid, au Japon. Les airlines américaines, plus de 1100 vols ont été annulés et plus de 2000 retardés aux États-Unis le vendredi matin, selon le site FlightAware. Des milliers de voyageurs sont coincés à l'Australie, aux États-Unis, passant par l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Donc, ainsi, les compagnies aériennes ont chuté d'environ de 2 à 3% en raison des pannes informatiques massives qui ont également affecté certains médias et chaînes de télévision comme TF1 et Canal Plus en France. في حادثة لم يسبق لها مثيل، فقدت شركة مايكروسوفت العالمية 20% من قيمتها في البورصة، بينما ناهزت الخسائر الناجمة عن العطل التقني 75 مليار دولار بفعل تعطل خدمات الشركة عند زبائنها، مما أدى إلى تعطيل رحلات جوية، بنوك، وسائل إعلام، وشركات في مختلف أنحاء العالم. L'action du groupe américain Microsoft a chuté de près de 20%, enregistrant ainsi un cours de 437,11 dollars à la fermeture, alors qu'il affichait un cours de 466,25 dollars. Une semaine avant, c'est-à-dire le 10 juillet. عطل تقني أثار العديد من التساؤلات حول هشاشة التكنولوجيا واعتماد العالم على بنية تحتية قد تكون غير مستقرة، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز الأمن السيبراني وتطوير أنظمة أكثر مرونة لضمان استمرار العمليات الحيوية في حال حدوث أعطال تقنية غير متوقعة. وفي الختام التذكير بأبرز الأنباء. الجزائر تستعد لتوقيع عقود بين مجمعي سون الغاز وسون تراك ومتعاملين دوليين لإنجاز كابل بحري لتصدير الكهرباء نحو أوروبا. ارتفاع رقم أعمال قطاع التأمينات بنسبة 4% خلال الثلاثي الأول من هذه السنة وبلغه حجم 48.4 ملايير دينار. الحوثيون في اليمن يردون على عدوان الكيان الصهيوني برشقات صاروخية أصابت أهدافا حيوية في مدينة إيلات على البحر الأحمر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.